السلامة. اوه ليه كده بس؟ بقى نقول لك رجعنا 7 سنين، رجعنا 7000 سنة. ده جزاتي ان انا فسحتكم. بس ايه ده؟ اهدوا كده يا جماعة واحكوا لي عن رحلتكم علشان نوثقها. توثق ايه يا خلل؟ احنا بقى نراجعك مذبحة القلعة، توثقها انت براحتك. بقول لك ايه يا صرصار انت؟ انا صرصار؟ ايوه صرصار، انا عايز الجوهرة بتاعتي. فكك بقى من شغل التلاجات والحاجات الساعة ده. بقول لك ايه؟ محدش هيقرب من الجوهرة. اللي هيقرب من الجوهرة انا هفرقع محتويات الكيس اللبن البودرة ده في وشه، يجيب له احتقان في الزور وارتجاع في المريء. لا لا فكك من النمر دي، خلاص حفظناه. كتفوا الصرصار ده. لا اقول له بلاش بلاش. فين نضارتي يالا؟ موجودة شايلها لك في الحفظ والصون، بس قول له يسيب لي الجوهرة. سيب له الجوهرة يا فخر، خلاص اداني النضارة. خلاص يا فخر؟ اداني النضارة؟ انت عايز تجيب لي شلل يا ابني؟ يعني نروح للسحاوي نقول له ايه؟ جبنا لك نضارة؟ انا عايز حاجة اكسر بيها البتاعة دي. لا لا هيبوظ الآلة والجوهرة تتفتت. يا نهار اسوح، الجوهرة اتفتتت والآلة باظت باظت. شعبري شعبري يا فخر، انزل معايا التلاجة يا سيد. اهدوا يا جماعة، لو كان على السحاوي امره محلول. انا رجعت بالتمثالية. بجد يا سيد؟ ما خف وزنه وغالي تمنه. واتش إت.